السلام عليكم. كما كتشوفوا من الصباح وحنا كنتسناو هنايا جينا باش تقطعوا لي بي ديالنا باش نمشيو نسيبورطيو المنتخب في لو كار دو فينال كونتر البرتغال. مي ما فهمتش المسؤولين قال لك الايغ باللي تلاح الكومونيكي ديال 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 لاغام كوم كو راه من 9 غادي يبداو لي تيكي سوا في لي اجونس سوا في لو سيت لا لو سيت ايل بوك توجور ول هنايا فين تيقول لك ما عندناش جنو 18 بي ما نحاولوش نستحمروا شويه الشعب لان ما يمكنش ان اون اجونس كبيره غاتجي 18 بي شي كامل 18 بي ما كنظنش كيحاولوا لان كان واحد شويه باش نسميو الاشياء بمسمياتها وكان شويه سوء التنظيم حنايا ما تكناش منظمين سي نورمال هما ما يقدروش هما يريسكيو براسهم لان كما كتعرف اون اجونس. المهم حنا لامبورطون عندنا وحنا اللي مشي ياخذ الغرض وكلنا ان شاء الله مع المنتخب الوطني وان شاء الله الدمي فينال باذن الله. وليد الركراكي كنحبك وكنموت عليك وراك يعرفني شخصيا كنموت عليه وكنحبو ومرضي الوالدين واللي مرضي الوالدين اساس اي حاجه ان شاء الله ربي غادي يديها ويدير الخير في المغرب. المشكل الواحد هو اللي كان هنايا بانه الصباح الناس جاو بكري هنايا باش يتسناو باش يقطعوا التيكيت باش يمشي يتفرجوا للمنتخب الوغ فينالمون ما كايناش الكونيكسيون ما كاينش الريزو باش يقطعوا لي تيكي. بقينا كنتسناو وحاولنا نديروا واحد لاليست تكلفت بها انا ثاني هو اللي كتبتها هذيك لاليست على حسب بانه ملي تطلق كونيكسيون ندوزوا واحد مور واحد واحد مور واحد باش نقطعوا لي بيي. الوغ فينالمون ملي تحلت الكونيكسيون وجا الامن كاين واحد ثلاثه الناس اخترقوا القانون دخلوا بلا ما يتبعوا هاد لاليست اللي درنا صافي هي تنوض الروينه شي وحدين اخرين بقى فيهم الحال صافي هي تنوض الروينه فينالمون هي تخرج المديره ديال لاجونس وقالت لينا راه ما بقاوش لي بيي ولكن كنطلبوا من الله ان شاء الله يبقاو لي بيي ان شاء الله باش كاع الناس يمشيو ان شاء الله يفرجوا في المنتخب ويساندوا المنتخب الوطني. انا تقريبا جيت مع ديك تقريبا ما نكذبش عليك جيت وقيله مع 11 ونص تقريبا 11 ونص 12 كنت هنايا لا لقيت انا الدنيا عامره غير حاولت نطوع وناخذ هذيك الورقه وندير واحد لاليس ونقيد الناس صافي ما كتبش الله ولكن كنتمنى الله ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله معلوم حب المنتخب الوطني والوطن وهادشي اللي كان وكوراج للدراري ان شاء الله يربحوا ويجيبوا الكاس ان شاء الله للمغرب هادشي اللي كان خويا شكرا على الواجب ان شاء الله المغرب غيربح ان شاء الله حتى البرتغال غيربحوا ان شاء الله. واش اللي يربح صباني ما يربحش البرتغال تبارك الله عليك اخويا جينا مع 8 ديال الصباح ولكن اش غدير اللي عنده شي زر راه دير البي ديالو واللي ما عنده زر راه غيتفرج في التلفازه في المغرب. المهم هو المغرب يربح قلال الصراحه قلال ما عندك ما شوف الناس العدد ديال البي قلال سي نورمال ما يمكنش المغرب كامل يمشي اللي غيمشي راه غيشجع واللي غيبقى هنا راه غيشجع حتى الله ينصر سيدنا هادشي اللي كاين راه داير المجهود ديالو هادشي اللي كاين.